كوادرت، يبقى 1 2 3 4 خمس عظمات. تمام. طيب وبعدين هنشوف كمان دي منطقه الاوربت خلاص. عظم سقف الجمجمه اهي بري فرونتال وفرونتال من فوق بقى خلاص، بري فرونتال وفرونتال بارايتال، العظمه اللي هتبقى متاخره ورا شويه اللي هي دايما فوق المخ اسمها الجداري بالعربي، اللي هي جدار المخ اسمها البارايتال خلاص. منطقه الاوكسيبيتال ريجن هي طبعا مش باينه كامله عشان ده لاترال فيو، هتبان من الفنترال فيو، بس من لاترال فيو زي الرسمه اللي واخدينها باين من فوق خالص السوبرا اكزيبيتال والبيزي اكزيبيتال والاكزو اكزيبيتال. ماشي. طبعا هي فاضل لها هي واحده بس، المفروض ان هما اربع عظمات، واحده فوق وواحده تحت قاعديه، البيزي اكزيبيتال سوبرا اكزيبيتال، الاكزو اتنين واحده على كل جنب، والاكزيبيتال كوندايل والفورامين ماجنم كده، لو كل الاستراكشر ده على بعضه تبقى كامله خلاص. نشوف بقى اللاترال فيو اللي احنا سائلين عليه ده، هي البري ماكسيلا الجزء ده خلاص، الماكسيلا والجوجل كوادريتو جوجل والكوادريت اللي احنا بدأنا منها الرسمه لو فاكرين العظمه دي خلاص. الفنترال فيو بيبان بقيتها الجزء التاني بتاعها خلاص. طيب عظم بقى ده طبعا الاوربت، دي فتحه النيزل اوبنينج، ده الاوربت. نيجي بقى العظم سقف المخ خلاص. عندي قلنا ايه؟ بري فرونتال وفرونتال وبرايتال، اكبر واحده دايما هتلاقيها ورا شويه ناحيه البوستيريور سايد اللي هي بتبقى فوق المخ البرايتال. وبعدين عندي السكواموزل، دي عظمه جنب الجمجمه. فين عظمه جنب الجمجمه؟ شايفين دي خلاص، دايما هلاقيها قريبه من الفتحه دي او من فتحه وعظم الاذن خلاص. يبقى دي السكواموزل وده ها الميدل اير اوبننج او فتحه الاذن الوسطى. ماشي. طيب ده كده منظر الجانبي، فاضل بس الجزء الصغير ده السوبر اوكسيبيتال. لو قلبنا كده هلاقي اهي منطقه الاوكسيبيتال كامله، لو هنشوفها كامله يعني، عند الفورامين ماجنم، اوكسيبيتال كوندايل، سوبر اوكسيبيتال، بيزي اوكسيبيتال، والاثنين اكز اوكسيبيتال. ماشي. طيب دكتور الاكز الايه دي ولا دي؟ هي على بعضها دي، شايفه دي كل الحته دي كلها خلاص. الفنترال سايد بقى، فنترال سايد احنا مش فاكره احنا رسمناه كله ولا نصه. ماشي. لو هنقسمه كده طبعا في عظمه احنا لو حتى لو رسمنا النص وفي عظمه احنا رسمناها كامله صح، رسمنا العظمه دي الجزء والعظمه دي خلاص. طيب هنا عشان نشوف العظم اللي فيه وما ننساهوش برده هقسمه العظم الفك، عظم المنطقه الكوزاليه، عظم هنا طبعا منظر بطني، يبقى سقف المخ العظم بتاعه مش هيبان الا من حته واحده بس، فتحه الاوربت عشان كبيره هنا من تحت من الفنترال سايد، فباين منها جزء من عظمتين دول هنقولهم دلوقتي. ماشي. طيب بس فيما عدا ذلك هيبان لي كله عظم سقف الحنك اللي هو ده او التجويف الفم خلاص، و عظم المنطقة الكوزالية هيبان منها جزء، وطبعا عظم الفك لانه جزء ده اساسا الفك كله على بعضه الفك العلوي. طيب نشوف بقى واحدة واحدة. عظم الفك تاني من على الجنب بري ماكزيلا، هنشوف على الجمجمة دلوقتي، والماكزيلا والمفروض الجوجل، وهنا خارج منها زي جوماتيك ارش بتاعها، الجزء الممتد ناحية الفنترال سايد ده اسمه زي جوماتيك بروسيس بتاع عظمة الجوجل خلاص. طيب والكوادريتو جوجل وعظمة الكوادريت خلاص، وعظمة الكوادريت عظم المنطقة الكوزالية طبعا سوبرا اكزيبيتال ونزلت تحت عشان احنا ده فنترال فيو، والبيزي اكزيبيتال الاثنين اكز اكزيبيتال والاكزيبيتال كوندايل والفورامين ماجنم خلاص. ده الاوربت، الاوربت بشوف منها البوست فرونتال والبرايتال، عظمتين بوست فرونتال والبرايتال من هنا. طيب في عظمه من البرايتال
بروسيس كده، هي عظمه البرايتال دي من فوق خلاص لغايه العظم اللي بتاع سقف الحنك ده، نازل نازل بروسيس من العظمه نفسها لغايه الفنترال سايد ده. البروسيس ده اللي هو ده طبعا احنا مش هنعرف نرسمه، نازل على الرسمه بس هنشوفه على الجمجمه. اسمه ايه بقى؟ مشاورين عليه هنا الديسندنج. طالما هو نازل ديسندنج اللي هو هابط يعني او نازل، البروسيس بتاع مين؟ البرايتال اللي هو ده خلاص. طيب عظم بقى سقف الحنك اللي هو السلسله اللي على بعضها اللي واخده من فوق لتحت دي خلاص. طيب عندي المفروض البري فومر والفومر والبيلاتاين والتريجويد، اطول عظمه واكبر عظمه فيهم اللي هي عظمه التريجويد هنا اللي هي شايفين العظمه دي. طيب في هنا عظمه كمان قبلها عظمه مثلثه صغيره اسمها بيزي سيفونويد، يبقى بيزي سيفونويد تريجويد دي اجمرهم. في الجهه الاماميه عندي بري فومر والفومر، عظمه البيلاتاين مقسومه لحتتين نتيجه ديبريشن حصل في العظم واندغام للتحت كده فاتقسمت لجزئين اللي احنا مشاورين عليهم دول. نشوفها بقى. طيب نبدا بالاخر سلسله اللي هي بتاعت سقف الحنك اللي احنا لسه قايلين عليهم دول او عظم الحنك. عندي بري فومر طبعا الاول، نبدا بال الفك علشان هما جانبي ليه. فين عظمة الفك؟ من دي بري ماكسيلا يبقى هي دي امتدادها لجوه خلاص، دي الماكسيلا يبقى دي امتدادها، ده البروسيس الجزء الضيق ده بتاع الجوجل خلاص اللي هو ده، وبعدين كوادريتو جوجل والكوادريتو جوجل والكواد العظمة دي. طيب الايه؟ ايوه الجزء الضيق ده ماشي، الجزء الضيق ده. طيب العظم بقى الحنك، في عندي شايفين العظمه دي اللي هي ناحيه المفروض ان عندي دي الماكسيلا واللي وراها على طول دي الماكسيلا، اللي وراها على طول اسمها ايه؟ بري فومر. فين عظمه الماكسيلا؟ اهي ماشي، اللي هي الحته البيضة دي. طيب اللي هي فيها جزء الشورت دي هي دي مين؟ البري فومر. طيب الفومر فين؟ هو بس هنا الشخبطة بالقلم والرصاص وروحت معلمها لو مفيش الشخبطة دي كانت بانت. شايفين الجزء ده؟ اهي الجزء دي كلها على بعضها كمان، بس هي حدودها باينة لو مفيش القلم والرصاص ده كانت بانت حدودها عن اللي جنبها. طيب قلنا عظمة البلاطين مقسومة لجزئين عن طريق الدبريجن، شايفين ده؟ ده اللي احنا راسمينه مظللينه ده الجزء ده. طيب هي فين نفسها؟ الحتة دي والحتة دي. بعد كده عند التريجويد شايفين العظمة بقى دي كلها؟ دي عظمة التريجويد طويلة كبيرة دي. بيزي سيفينويد فين؟ المثلث التاني، احنا كنا راسمين مثلثين، اول واحد اللي هو ده وده دبريجن، والمثلث الثاني اللي تحت ده اللي هي العظمه دي اسمها ايه بقى؟ اللي تحتها اسمها بيزي اوكزيبيتال، تبع المنطقه الاوكزيبيتال يبقى اسمها بيزي سفينويد ماشي؟ طيب ده كده بالنسبه ل